الجهة جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. دوحان كينتو من وسط الجهات ورهيب الميدان من الجهة الخارجية في صدارة ثنائية العديد، وفالح بوغنين في الترتيب الثالث وإكس ماكس وريان كوالتو في الترتيب الرابع. الجهات بشكل جميل، وصدارة دوحان كينتو ملك سمو الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني ولوكا مانتري في الوصفة. رهيب الميدان المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع وسفيان السعدي في الترتيب الثالث. هناك العديد، حمد أحمد، حسن المالكي لجاني وفالح بوغنيم. ومن الجهة الوسطى نشاهد الجواد إكس ميك ملك المهندس حسن علي عبد الملك وريان كوالتو. ومن الجهة الخارجية محاولة لفريست بنت وهاري بنتلي مربط إنجاز محاولات وإعازات، والصدارة لا تزال مع دوحان كينتو بشكل جميل وقوي. والصدارة ومحاولة من الجهة الخارجية لرهيب الميدان المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع. تعطى الإعازات لدوحان كينتو لوكو كومنتري، ونشاهد خطف الصدارة ورهيب الميدان المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية. إكس ماكس في وضع اليد وتعطى الإعازات. فريسبن من الجهة الخارجية، إكس ماكس المهندس حسن عبد الملك وريان كوالتو من الجهة الخارجية. رهيب الميدان، إكس ماكس وحسن علي، حسن عبد الملك يخطف الصدارة، ريان كوالتو وأحمد القبيسي في صدارة جميلة وقوية. الوصافة ورهيب الميدان. ونتائج الشوط الثاني أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 8 إكس ماكس ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك، والفارس ريان كوالتو، والمدرب أحمد محمد القبيسي. مبروك بتوقيت وقدره دقيقة 50 ثانية 76 جزء من الثانية. الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 7 رهيب الميدان ملك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع، والفارس سفيان سعدي. بالترتيب الثالث جاء الجواد رقم 5 فريسبن ملك السادة مربط إنجاز، والفارس هاري بنتلي. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 1 بريدن ملك سيد منصور إبراهيم سعد المحمود، والفارس أنس السيابي. وفي الترتيب الخامس الجواد رقم 3 العديد ملك سيد حامد أحمد حسن المالكي لجاني، والفارس فالح بغنيم. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور والحضور الكريم، ننتقل وإياكم والزميلة ديما ومقابلة مع المالك والمنتج حسن عبد الملك. تفضل ديما.